هانتوما غنقطع عليكم باش تشوفوا المفاجأة اللي كتلقاو في الوسط ديال هاد الحلوه هادي. هانتوما كتجي ديك الكريمه وداك الفخونفواز اللي درناه من الوسط، هانتوما كيفاش كيبان لكم. الحلوه ديالنا ها هي هشيشه ومهويه وخفيفه. السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة، مرحبا بنجداد معانا، مرحبا بهم والف مرحبا. عيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو، ان شاء الله الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالهنا والراحه البال يا ربي امين. اليوم غادي نوجد معاكم ميني كيك كما كتشوفوا محشيين بواحد الحشوه خطيره في المذاق وساهلين ومهلين وجد اقتصاديين بالمكونات متوفرين في بيت، وجربوهم في هذا العيد هذا. كنتمنى يعجبوكم، الا كيهمكم الامر خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. دابا غنقطع لكم وحده باش تشوفوها كيفاش دايره من الوسط. المقادير اللي غنحتاجو في هاد ميني كيك ديال العيد ان شاء الله: جوج المعالق معامرينش ديال الخل، 150 غرام ديال الدقيق الفورس ما يعادل الكاس ديال العنبه ونص ديال الدقيق، 3 د المعالق كبار عامرين ديال الماء تيكون غليان بحال هذاك اللي كنعمرو بها تاي، واحد 100 غرام ديال السكر ديال الزبده حيوانيه، المعلقه الصغيره عامره ديال الخميره ديال الحلويات، واحد الخنيشه ديال الفاني، واحد 100 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل الكاس ما عمرش ديال العنبه، واحد دانون ديال الفاني وهذا غادي نستعمل انا هاد ستامبين دي سيليكون، تقدروا تستعملوا اي ستامبين عندكم، دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق. هذا الشيء اللي كاين. دابا ندوزو للطريقه. واحد بول كنديروا جوج بيضات خرجتهم من الثلاجه واحد ساعه قبل، الا قدرتوا يعني واخا غير نص ساعه تخرجوهم من الثلاجه قبل. غادي نزيدو السكر وغادي نطربو هاد العناصر كلهم حتى كيوليو على الشكل ديال الرغوه. مازال غنزيدو الرشه ديال الملحه، نسيت ما حطيتهاش مع المقادير. طربت مزيان الزبده مع البيض والسكر. دابا غنزيدو دانون، كنزيدو دانون ديالنا كما كتشوفوا، وغادي نعاودو نطربو هاد العناصر بالطراب الكهربائي ونعاودو نتلقاو باش غادي نزيدو ما باقي العناصر. صافي طربت دانون مع الخليط، غنزيدو الفاني وغنزيدو الدقيق ديالنا بشويه بشويه كما كتشوفوا، وغادي نديرو المعلقه ونص ديال الخميره ديال الحلويات. هانتوما دابا غادي نخلطو غير بالمعلقه بشويه بشويه، كنزيدو الخليط ديال كنزيدو الدقيق سمحوا ليا حتى كنكملو ونعاودو نتلقاو. صافي درت الدقيق ديالي كامل، غنزيدو الخل وغادي نزيدو الماء غليان بشويه بشويه ونبقاو نخلطو حتى كيتجمع ليا الخليط. الخليط ديالنا ها هو واجد كما كتشوفوا. دابا كناخذو هاد الستامبين دي سيليكوني تنعمروهم، كنستمر بحال هكا حتى كنعمرو الستامبين ديالنا ونعاودو نتلقاو. هانتوما عمرتي ستامبين ديالي وشاط ليا شويه، وخديت هاد ستامبين وحتى هو درت فيه داكشي اللي شاط ليا. دابا كناخذو الحلوه ديالنا كنغطيوها بلا باباط لامنيوم، كندخلوها للفران تيكون بارد، كنتعلو عليها من التحت ومن الفوق، كنخليو الحلوه ديالنا المده ديال نص ساعه، من بعد كنعريو عليها الا لقيناها طابت كنحيدو لا باباط لامنيوم كنخليوها حتى كتحمر وتاخذ لون الذهب ونخرجوها نعاودو نتلقاو. بالنسبه لهادو اللي خاويين كنعمروهم بالماء، حتى الا ما درتوش الماء ما ديروش بحال عمرت الدنيا بالماء، الا ما درتوش الماء غادي يذوبوا لكم ولا يخسروا لكم. من الاحسن هادوك اللي خاويين نعمروهم بالماء، وعاد كنديروا لا طاسه لمنيوم حتى كنغطيو بها هاد الحلوه ديالنا قبل ما ندخلوها للفران. هانتوما الحلوه ديالنا خرجناها من الفران، خليناها حتى تحمر وتاخذ اللون الذهبي، كنخرجوها خليتها حتى بردات وكنديروها في الكويغطات كما كتشوفوا، وعاد غادي نبداو باش نزينوها.
كناخذوا التوت البري كما كتشوفوا فيها الفرومواز وفيها هذا التوت وهذا الفواكه الحمراء. كنديروها كما كتشوفوا في الوسط ديال الحلوه، وعاد غنبداو باش نعمروها بواحد الكريمه خطيره في المذاق وغتعجبكم. هذه لا كريمه باستيتيره، درت معاها جوج المعالق كبار عامرين ديال المربى. صافي باش نعطيو ليها النكهه ديال المربى. صافي هادشي اللي كاين. صافي غادي نعمرو الحلوه ديالنا كما كتشوفوا. كناخذوا النعناع كنزينوا به الحلوه ديالنا كما كتشوفوا. صافي كنقدموها بالصحه والراحه. ميني كيك ديالنا ها هما واجدين، جاو اكثر من رائعين في المذاق وفي المنظر، وساهلين وماهلين وكيتصوبوا في الدقائق قليله بجوج بيضات فقط. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم يعني في هذا العيد هذا، وتردوا عليا الخبر في الكومونتير الا عجبكم لا فيديو قبل ما تخرجوا من لاشين. ديروا ليا اللايك بارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من المطبخ. دابا غنقطع لكم وحده باش تشوفوا المفاجاه اللي كتلقاو في الوسط ملي كتقطعوا الحلوه. هانتوما غنقطع لكم باش تشوفوا المفاجاه اللي كتلقاو في الوسط ديال هاد الحلوه هذه. هانتوما كتجي ديك الكريمه وداك الفرومواز اللي درناه من الوسط، هانتوما كيفاش كيبان لكم. والحلوه ديالنا ها هي هشيشه ومهويه وخفيفه، هانتوما كتجي يا سلام في المذاق وفي المنظر، والصراحه كتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. سرسوا من داخل.